عظيم هو الله وكلي القدرة سام فوق الجميع. السماوات تحدث بمجده والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يذيع كلاما، ليل إلى ليل يبدي علما. خلق الله السماوات وخلق الأرض وجبل الإنسان من ترابها، ثم نفخ فيه نسمة الحياة. خلق إله المحبة الإنسان على صورته ومثاله ليكون على علاقة معه. في البداية عبد الإنسان الله وكرمه وعاش معه في علاقة انسجام. واستمر هذا إلى يوم حاول فيه الشيطان إغراء الإنسان ليأكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشر، وبهذا تمرد الإنسان على إرادة الله وفعل ما يريد. نتيجة لخطيته انفصل الإنسان عن الله وطرد من جنة عدن. لكن الله لا زال يحب الإنسان، فلم يقصد الله مطلقاً أن ينفصل عن خليقته. لكن كيف يمكن لإله عادل كلي القداسة أن يتغاضى عن خطية الإنسان؟ في الكتاب المقدس يكشف الله لنا عن خطته لخلاص العالم من حكم هذه الخطية. وأحد أوائل من اكتشفوا خطة الله هذه كان إبراهيم خليل الله. كان إبراهيم رجلاً باراً، وعده الله بأن يبارك نسله ويجعله كرمل البحر وكنجوم السماء عدداً. وليمتحن الله طاعة إبراهيم، طلب الله منه أن يقدم ابنه وحيده ذبيحة له. وضع إبراهيم ثقته بإلهه وسعى لطاعته. لكنه ما إن رفع سكينه ليضحي بابنه حتى أوقفه ملاك من الرب، إذ علم الله أن إبراهيم يخشاه ويطيعه. ورأى إبراهيم كبشاً عالقاً في شجيرة فقدمه ذبيحة لله عوضاً عن ابنه. هكذا أوضح الله لإبراهيم أن الذبيحة يمكن أن تكون كفارة مؤقتة عن خطية الإنسان، إلى أن يقدم الله لنا ذبيحته الأسمى تكفيراً عن خطايا الجنس البشري. وبدلاً من أن تفصل الخطية الإنسان عن الله، ستعيد ذبيحة الله هذه العلاقة. تحدثنا كلمة الله عمن كان سيأتي ليكون الذبيحة الأسمى تكفيراً عن خطايا العالم،
فكما كان الكبش ذبيحة عوضا عن ابن إبراهيم، هكذا ستكون هذه الذبيحة عوضا عن الإنسان ليمكنه أن ينال غفران الله. كان البعض يسمون هذه الذبيحة المسيا، أي من سيأتي ليصالح العالم بالله إلى الأبد. تنبأ الأنبياء كثيراً عن ذلك المسيا قبل قدومه للأرض بمئات السنين، فقد أخبرنا النبي إشعياء أن ميلاده سيكون ميلاداً معجزياً، فالعذراء ستحبل بطفل وسيدعى بحسب نسله الروحي ابن الله. وتنبأ النبي ميخا بأن مولد المسيا سيكون في مدينة بيت لحم، وأخبرنا النبي زكريا أن هذا المسيا سيدخل أورشليم راكباً ابن آتان كما سيخونه يهوذا أحد تلاميذه. تنبأ إشعياء بما سيفعله المسيا عند قدومه، إذ قال إن مسيح الرب سيبشر المساكين وسيعزي منكسري القلب، واهباً الحرية لأسرى الخطية، معلناً حلول اليوم الذي سيخلص فيه الرب شعبه. من هو المسيا إذن؟ في القرن الأول للميلاد جاء للأرض نبي اسمه يسوع. اعتقد البعض أنه كان من تحدث عنه الأنبياء، لكن هل كان كذلك حقاً؟ هل تحققت فيه جميع النبوات؟ هل كان يسوع أعظم من مجرد نبي؟ سنرى الآن قصته كما رواها لنا شهود عيان وسجلوها في الوحي المقدس. هنا يؤدي لنا ممثل دور يسوع، مع أنه ليس من إنسان يستحق هذا الدور، لكن كان هذا ليمكننا أن نفهم حياة يسوع ونتعلم منها.